أهلا بكم من جديد. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة عن قيام 20 بنكا ومصرفا ومؤسسة تمويل بإعفاء 4511 مواطنا من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 1,157,388,000 درهم. وقال سعادة جبر محمد غانم السويدي مدير ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة بهذه المناسبة أن إعفاء مئات المواطنين من مديونياتهم يأتي في إطار منهج راسخ في دولة الإمارات في الرعاية والاهتمام بمواطنيها، وتفتح أمامهم أبواب الفرص لحياة كريمة ومستقرة على الدوام. وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة 20 بنكا ومصرفا وشركة تمويل.